من عاصمة الخبر، إليكم ما يحدث حول العالم. الاحتلال يرد على قرار العدل الدولية بقصف غير مسبوق لرفح. تفاصيل عودة مفاوضات المحتجزين ومروحية رئيس وزراء أرمينيا تهبط اضطراريا. لم يتأخر رد الاحتلال الإسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للهجوم على مدينة رفح الفلسطينية. بعد لحظات من إصدار القرار، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة وغير مسبوقة على مدينة رفح. قصف مدفعية جيش الاحتلال طال محيط مستشفى الكويت التخصصي وسط مدينة رفح الفلسطينية، وفي الوقت نفسه كانت قوات الاحتلال تطلق النار على كل من يقترب من وسط المدينة وتمنع طواقم الإسعاف من إغاثة المصابين. العودة من جديد إلى طاولة المفاوضات، أكد مسؤول إسرائيلي في تصريحات نقلتها إذاعة جيش الاحتلال أن الوساطة المصرية القطرية قدمت مقترحاً جديداً لصفقة تبادل، بينما أكد إعلام إسرائيلي أن رئيس الموساد عاد من قمة باريس مشيراً إلى أن المفاوضات تبدأ الأسبوع المقبل بناءً على مقترحات الوسطاء. وفي أول خطوة بعد العودة من باريس، أكد إعلام إسرائيلي أن مجلس الحرب يجتمع لبحث مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين، في الوقت الذي أكد فيه موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي أن إدارة بايدن فوجئت بإعلان إسرائيل بشأن استئناف المفاوضات. وبعد أيام قليلة من سقوط مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه، أعلن نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني هبوط مروحيته اضطرارياً في ملعب مدينة فانزور بسبب سوء الأحوال الجوية، ليواصل رحلته نحو وجهته على متن سيارة. أما في روسيا، فتستمر تداعيات الهجوم الذي طال قاعة حفلات في موسكو، والذي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 144 قتيلاً في مارس الماضي، حيث اعترف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن كل تفاصيل الهجوم وتمويله تم تنسيقه من خلال الإنترنت، وذلك من جانب أعضاء جماعة ولاية خراسان، وهو ما يعتبر الإقرار الروسي الأول بمسؤولية تنظيم داعش عن الهجوم. أما في قلب إفريقيا وتحديداً في قرية نائية بشمال بابوا غينيا الجديدة، وقع انهيار أرضي والذي أودى بحياة ما يقرب من 100 شخصاً، وتستمر جهود انتشال الضحايا على مدار الساعات الماضية، بينما رفض المسؤولون الحكوميون والشرطة التعليق على الحادث أو توضيح أسبابه.